ديالي في هاد القضيه ديال هاد الخطف ديال هاد الطفل هذا، الناس خاصهم ينتابوا لهاد القضيه وخاصهم ينوضوا لها، ينوضوا لها بالكثره، يدعوا على هاد على المشكله هذه. ودابا الناس غادي تعبد تصيفط ولادها للمدارس، تصيفط ولادها لاي حاجه، بنادم ولا خايف. كاين دابا اللي عنده ولد عزيز اللي ما غادي يبقاش يخرجوا للمدرسه، هاد الدري غادي يضيع حتى من القرايه وغادي يضيع بزاف ديال الحوايج. المشكل ديال هاد الشيء خاصهم ينتابوا لهاد الشيء مزيان، وهاد الناس اللي كيديروا هاد الفساد خاصهم يتعاقبوا واحد العقوبه صارمه، ياخذوا الجزاء ديالهم في هاد الشيء. ان كيخطفوا واحد الطفل الابن ديالو ما داير والو، هذاك الطفل ما عنده حتى شي علاقه مع شي حاجه، وكيشدوه يخطفوه ويقتلوه ولا الله اعلم اش يعملوا به. هذا هو المشكل اللي كاين. ان هاد الجرائم كاين، هاد الجرائم ما فيهمش واحد الحكم اللي هو قاسي. وكان الحكم قاسي راه بنادم غادي يهرب من هادشي، ولكن ملي ما كاينش الحكم قاسي راه الانسان كيقول انا غادي ندير هاد القضيه وغادي ندوز حبس ونخرج. ولكن يكون كان واحد الحبس قاسي اللي غادي يعطوه واحد مؤبد، ولا غادي يعملوا معاه واحد 30 سنه ولا 40 سنه، راه غادي يكون عبره للاخرين، ما غادي يقدرش يكون هاد الفساد بحال هكا. تا خويا شتو خويا، بقى فيا الحال بزاف والله، ما شغن نقول لك، هذوك الناس ما قلتش لهم مسلمين كاع، راه حشومه كاع، عندنا ولادنا، عندنا خواتاتنا، عندنا كل شيء، شو ما يدير لهم بحال هكاك؟ والله العظيم هادو خاصهم الاعدام الصراحه يتقال، اما قليل عليهم الحكم. شنو رايك في هذا الشيء اللي كيخلي الدوائر تفحلوا بحال هكا؟ وهذا الشيء يا صاحبي ما كيبشرش على خير يا صاحبي، هذا الشعب نحن ما عرفت كي داير يا صاحبي، حشومه عليهم كاع، شو الدري ما عليه والو صاحبي، 10 سنين صاحبي باش تذنب عليه، باقي ما شاف ما تشاف ما والو، الدري كيقرا مدرسه. بقى فيا انا شتي، والله الا بقى فيا الحال بزاف، ما تصدرش ليا الصراحه يتقال، والله ما كذبش عليك، ماشي الناس، اش غنقول لك، بقى عندنا رجال كثير، عندنا ما كاين لا، اش غنقول لك، بزاف الحوايج كاين، كاين ما يتقال، ولكن ما بغينا نقولوا بزاف الحوايج، والله الا كاين ما يتقال. اش يبان لي انا ما عجبنيش الحال، والناس كبار اصاحبي، الدري ما عليه حتى ذنب، ما عليه حتى ذنب، حشومه عليهم كاع. الله يلعن عيبو عليهم، واش غيبغيو هما يديروا بحال ولادهم ولا خوتهم ولا خواتاتهم ولا العائله ديالهم؟ ما يتقبلش هذا الشيء، علاش الدري مسكين اش دار لهم؟ اش دار لهم الدري؟ اش دار لهم؟ صيفط الوالد يتسخر في الاخر، هذا هو اجابه. بزاف الحوايج اخويا، الله يجزيكم بخير، ما شنو نقول لك، بزاف الحوايج كاين. في الحقيقه كنستنكروا هاد الشنيع هذا اللي قام به هذا السيد هذا، وللاسف كاين هناك تقصير من جانب الوالدين اللي ما كانش خاصهم انهم يصيفطوا الدري بحكم انه مثلا باقي صغير وما عارفش، يعني كان اي واحد انه يستدرجوا، وكان على الاقل الوالدين. شنو هما الاسباب اللي خلانا نوصلوا لهذ الامور هذه في المجتمع ديالنا؟ شنو هما الاسباب؟ واش التساهل في تطبيق القانون مع الناس اللي كيديروا بحال هذا الفعايل؟ واش مساله مرتبطه بالتربيه؟ واش الانسان مابقاش مرتبط بالدين ديالنا؟ شنو هما؟ لا، هو بالنسبه للقانون كاين هناك ايضا تقصير من حيث تنفيذ العقوبات، لان بالنسبه لي انا بالنسبه لي المؤبد، حكم المؤبد راه ما كافيش، يعني خصهم شي حكم اللي يكون جد شديد، يكون جد مشدد باش على الاقل يدعرهم. وكنتمناو هذا الشيء ما يتعاودش ان شاء الله، وكنبلغ اشد تعازي الاسره الضحيه نيابه عن سكان مدينه اسف، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الحقيقة أفعال جد ثانية بالنسبة لهذا الموضوع، هذا خاصها تكون شي عقوبة صارمة، لاقاس ديما كيتعاود هادشي كيتكرر، وخاص أصحاب القانون يخدموا القانون ديالهم، يعاقبوهم شي عقوبة تكون صارمة. صافي، هذا هو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديرو جيم.